بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. أبناؤنا طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية، الوحدة السادسة، الدرس الأول. أعزائي الطلاب، عنوان درسنا لهذا اليوم حقوق المواطن وواجباته. نبدأ أولاً بالحقوق. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على 1- أن يعرف مفهوم الحقوق تعريفاً صحيحاً. 2- أن يوضح الحقوق التي كفلها الدستور القطري للمواطنين بدقة. مفهوم الحقوق: الحقوق أعزائي الطلاب هي الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور. إذن أعزائي الطلاب، مفهوم الحقوق هي الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور. والآن أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. هي مجموعة الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور، القانون، الحقوق، الحريات، الواجبات. أحسنتم، الجواب صحيح، الحقوق. السؤال الثاني: اذكر مفهوم الحقوق. بارك الله فيكم. الحقوق هي مجموعة الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور. أعزائي الطلاب، ننتقل إلى الهدف الثاني، وهي الحقوق التي كفلها الدستور القطري للمواطنين. أعزائي الطلاب، من هذه الحقوق المادة 35 من الدستور القطري: الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. ومن هذه الجزئية أعزائي الطلاب، نستنتج قيمة التعايش الإنساني. إذن أعزائي الطلاب، الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. 2- المادة 36 من الدستور القطري: الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تحديد حريته في الإقامة إلا وفق أحكام القانون. 3- المادة 47 من الدستور القطري: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون. إذن أعزائي الطلاب، الحقوق التي كفلها الدستور القطري للمواطنين: الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. الحرية الشخصية مكفولة للجميع، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تحديد حريته في الإقامة إلا وفق أحكام القانون. 3. حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون. والآن أجب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 1. رقم المادة من الدستورية: الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. المادة 35، المادة 36، المادة 37، المادة 41. أحسنتم، بارك الله فيكم. المادة 35. السؤال الثاني، عدد الحقوق التي كفلها الدستور القطري للمواطنين. أحسنتم، بارك الله فيكم. الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك. ب. الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تحديد حريته في الإقامة إلا وفق أحكام القانون. جيم، حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون. وبذلك أبنائي الطلاب، نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. ولكي يصلك كل جديد حول مدرستنا عبر اليوتيوب، اضغط زر الاشتراك أسفل الفيديو وفعل الجرس. وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.